السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه نتاع الفتحة الثانية، هذه ساعة كي تبدا متكونسي، نقولوا احنا متكونسي يعني نقولوا ماسكة، تبين لك كأن السرتري يخدم، وهي مش يخدم، وتولي تدخل وتاكل بنزينة. هذه ردوا بالنا منها، شفتوها لازم نهزها، كي نهز شوفوا هنا شفتوها، لازم ترجع بحال هذيك، معناتها تخدم سليمة، تكون مسرحة سليمة، شفتوها؟ لازم التليفون، ها شوف، هذه يسموها الفتحة الثانية، تفتح في بعد 120، كنا محطوطة هنا، شفتوا؟ إلا كان كنا ننزل هنا باش تطلع هي، ننزل هنا هي تطلع هي على الآخر، شفتوها؟ تطلع حتى لهنا، وبعد ترجع، هذه اللي هي متاع الفتحة الثانية، هذه كيف كيف، قبل ما نخدم السلتان نسرحوها، نسرحوها، شفتوها؟ لازم تكون مسرحة وترجع طبيعية، وما نمسوش التعديل هذا ما يتمسش، هذه حاجة أخرى، اللي هي تابع الموضوع. عندنا هنا ايش عندنا؟ عندنا هذه القطعة اللي هي باش تدزها، باش تدزها الستارتر اوتوماتيك، هذا اللي هي هنا، هذه شوفوا تبع مسمار ونمشي، هذيك في الحفرة، هذيك في المكان هذاك، ونكون هذه هكا مهزوزة شوي، ثم بعد نشوفوا الريلاج بتاعها مليح هكا ولا لا، ممسوس الكربتير هذا ولا لا. نرجعوهم مكانهم الكعبتين في صدمة اللي فكناهم، وركزوا مليح، راهو مش ديما كل فيديو نعمله تا ما يكملش الفيديو يسألني كل حاجة كيفاش تصير، وهي موجودة في الفيديو، يضيع هو وقت، يضيع لي وقتي أنا باش نجاوبه، وهو ما يحبش يضيع وقته باش يتفرج ويفهم. ركزوا مليح، لأن الأجزاء هذه اللي يعني اللي يحب يفهم ويتعلم لازم يركز الفيديو من أولى لأخرة، وكان لازم يعاود حتى مرتين وعشرة وعشرين، لأن أنا ما وصلت تعلمت الشيء هذايا وعرفت إلا ما وين، مش هو يعني مثلا في فيديو واحد باش يتعلم، لا لازم الإنسان يركز ويفهم باش يفهم المشكل وين بالضبط، أو التصليح وين بالضبط الشيء يعمله. القطعة هذه مهمتها باش تخزن الهواء، تحتاجوا للكور بابيون هذا، للبابيون هذه الفوقية باش تعاونها في فتح البابيون هذه، باش ما تشرقش، يقول المصريين باش ما تعملش نوي، ما تعملش نوي هذيك، اذا ما تفتح الفوق تو. هذا كله سليم لا باس عليه، عملت عليه انا طلع سليم ما في شيء، انا شوفوه اللي يحب يثبت مليح باش يعني يركز على القطعه باش ياخذ عليها معلومه كيش راكبين بالضبط، كيفاش مركبين، شوفوا مرتبين، شوفوا كيش راكبين هكاكا، لانهم راكبين صحاح وهضمه اصليه مده هكا، مازال ما تمسش، هذا كله مازال ما تمسش. توا باش نشغلوا السياره، اذا كان احنا استعملنا البنزينه برشا لان باش نلقوها نوي، نقولوا نعم نحطوا حاجه هنا، نحطوا حتى تنويس هنا مثلا باش نشغل المحرك فيه عامله نوي، وهذه مسكره نحطوا حتى تنويس هنا ولا حاجه باش الكور بابيون هذيك تقعد مفتوح، والا نشدوها هكا بيدينا ونقولوا شغل هكا تقعد مفتوحه هي باش هي تعاونني في تشغيل المحرك. وهنا باش نشوف وقتها هذا الستارتر اوتوماتيك يخدم ولا لا، لان طبعا بعد نثبتوا اللي هو ماء موجود، راديتر معبي بالماء باش يدور الماء هنا، باش هكاك نقدروا نكملوا الباقي. نسكر الراديتر ونحاولوا نخدموا. طيب في الاول هي مش ماهيش تخدم بسرعه لان عامله نوي، لان فيها بنزينه زياده. هذا اللي عملته انا هو اللي سهل عليها التشغيل، شفتها؟ لا عاود سكرتها، مش عاود سكر. اللي عملته انا هذاك هو اللي سهل عليها التشغيل باش ما تعملش نوي. توا هذايا الكربتير هذا لازم يتعدل، وهو ما بارد. السخون ما يتعدلش، لازم تنسيب هذيا ما لازمش يطفى. شفتوه؟ يحاول باش يطفى. علاش؟ لأنه يتغم. تو نشوفوه هنا كاش مسكر، لقيتو يمشي ويرجع، بما انه تو ولا عنده الهواء نتاعو، لان الهواء الزايد يولي يعطيه للخزان هذا، ركبتو هذا الهواء الزايد يولي يعطيه للخزان هذا، بما انه ولا عنده الهواء نتاعو تو كي باش نخدم هذه باش تتحل شويه، باش تنفس على الموتور باش يخدم مرتاح. ما عنديش شكون يصور معايا،
نخدم ونرجع نوريك. تو كان جزها بسرعه ترجع. فهمت؟ ترجع. خليش الموتور يتخنق. أخذ الهواء ولا موجود هنا؟ القطعة هذه الهواء ولا موجود؟ تو هل تخدم صحيحة هكاك سليمة؟ تو ماش نحتاج باش نحط هكا الترميز هنا. ماش نحتاج نحط الترميز هنا باش تو هنا كنت نحتاج باش نحط الترميز هذا هنا باش تفتح هذه شوف تسمع فيها. تو هاي الترميز منحي وباش نخدم ونشوف. ما شاء الله يعني خدمة ما شاء الله خدمة من شعرة. تو السرتير طالع السرتير اوتوماتيك يخدم تو الفوق طالع معك يعني الموتور يدور زيادة لين يسخن الموتور باش يعاود ينزل. نجمو نقصو من هنا تنزلو نحبو نقصو أكثر ما يدورش أكثر نقصو من هنا. أو عندنا هنا منين نقصو أو عندنا من المكان هذا نقدرو نقصو فيه شوية خلوه يدور أقل شوية من هيك كان هو برشا. شفتوها؟ أو هنا هذا نقص منها هذا نقص منها أو تو بدا يسخن لأن الترمستار أكبر باش يسخن فيه وابدا ينزل. شوف بدا ينزل يبدا ينزل عاد حسيتوا بيه بدا ينزل. شفت هون بدا ينزل هون شفتوا اسرع ما يكون علاش لان الترمستار اكبر. شفت هون شفت نزل هون ينزل يولي لين يولي الراوتين تاع العادي. شفتوها؟ خاطر الكربيتير بالذات لازم انسان مختص راه ما كانش ما يمشيش معاها صحيح. هون بدا يطيح من بعد حتى كان حتى كان زايد لونتي باش نولي نقصها من هنا شويه هو اما طبيعي مش زايد. هذه تبدا تسخن نحط عليها صبعي تو سخنت وتسخونها مليحه وهذاك يبدا يحل بشوي بشوي وهذا يبدا يحل بشوي بشوي لين يولي واقف لين يولي واقف. هذه هنا بدات تبرد بدات تسخن عفوا بدات تسخن. شفتوا هذا سخن هذا سخن هنا يولي يسخن تولي هدية تخرج الترمستات تسكر على تسكر على على الرونتي باش ما عادش يزيد وتولي هذه تفتح هذه تفتح هذيك لازم تفتح تكون واقفة لأن عندها رسوم نتاعها وشو هنا هذا لازم يرجعها هذا هذاك يرجعها وقت تبرد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.